أهلا بكم في هذا العدد الأسبوعي من الحدث، نتناول فيه أبرز الأحداث أحداث الأسبوع في الجزائر. للأسبوع الثاني تتواصل أزمة الأساتذة المتعاقدين المحاصرين بقوات الأمن والمضربين عن الطعام، وفيما تستمر معاناة هؤلاء الذين يطالبون بالإدماج ويتقاضون مرتبا زهيدا لا يتعدى 21 ألف سنتيما، أي ما يعادل 80 دولارا شهريا، فيما تقول مصادر إعلامية إن نجل وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون مهدي رمعون وهو في بداية العشرينات من العمر يتقاضى مرتبا لا يقل عن 7000 دولار شهريا، وجدل كبير حول تعيينه ضمن البعثة الجزائرية في الأمم المتحدة بنيويورك. من أحداث هذا الأسبوع كذلك فضيحة وثائق بنما لتهريب الأموال التي ذكر فيها وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب الذي نفى التهم الموجهة إليه واعتبر القضية ملفقة من لوبي خارجي وداخلي بهدف المساس بالجمهورية الجزائرية كما قال. متلازمة فرنسا في الجزائر تعود هذا الأسبوع كذلك، وهل اختفت قد يقول البعض ربما، مع الجدل الذي يسبق زيارة رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس إلى الجزائر بعد مقاطعة عدد من وسائل الإعلام الفرنسية لها بالأحرى بسبب رفض السلطات الجزائرية منح تأشيرة لصحفي في صحيفة لوموند الفرنسية وفريق عمل برنامج لو بوتي جورنال. قبل أن نبدأ النقاش نتابع التقرير التالي. تجتمع اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية برئاسة الوزيرين الأولين في الجزائر على وقع أزمة سياسية حادة غير متوقعة ولم يحسب لها أي حساب. الأزمة فجرتها أوراق بنما وهزاتها الارتدادية، فبعثرت بها أوراق الحب المكنون بين فرنسا الاستعمارية والجزائر المذعنة، ووضعت العلاقات بين البلدين على كف عفريت بعد أن كانت تسير بخطى ثابتة لإحكام السيطرة الفرنسية على كل مناحي الحياة في الجزائر، وتكرس الجزائر منطقة نفوذ فرنسية خالصة تابعة لفرنسا تبعية موثقة وموقعة توقيعا رسميا. فضيحة وزير الصناعة المعزز جزائريا والمكرم فرنسيا الذي أشارت إليه الأوراق الشهيرة بالاسم تحولت حسب مصادر دبلوماسية وتقارير إعلامية إلى عبء ثقيل يسمم العلاقات ويلغم الملفات ويهدد مشاريع الاتفاقات المعدة للتوقيع. فلا هو استقال فأراح واستراح ورفع الحرج على الجميع، ولا هي السلطات حركت ساكنا فأقالته أو فتحت تحقيقا في التهمة القاتلة، ثم تفاقمت المخاطر جراء التناول الإعلامي الفرنسي لملف الأوراق وتعاطيها مع مستجدات الوضع في الجزائر، مما أغضب السلطات وشجعها لأول مرة لترفع من نبرة الحديث مع الحليف الفرنسي، لأن الأمر يتعلق بما وصفه وزير الداخلية الجزائري بتجاوز الخطوط الحمراء. لقد احتجت الجزائر رسميا على نشر صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليق على صدر صفحة جريدة لوموند في تناولها لملف الفساد في الجزائر، وإن لم يرد اسم الرئيس في المقال على اعتبار أن بوتفليق هو الواجهة السياسية للجزائر وأن الحكومة حكومته ووزراءها من اختياره وتعيينه، شدة اللهجة فرضتها أيضا وإن لم يشر إليها مقالات جريدة لوفيغارو التي انتقدت الرئيس وخياراته وتوسعت في ذلك. وصرح وزير الداخلية الجزائري أن الرئيس ومؤسسات الدولة خط أحمر، وهذه نغمة جديدة سجلها عديد الملاحظين، فلم يسبق للجزائر أن اعتبرت أي شيء يأتيها من فرنسا خطا أحمر، سواء ما تعلق منها بالسيادة الوطنية ولا بالاستقلال ولا بتمجيد الاستعمار ولا بفرض الاعتذار، فتلك كلها أمور مباحة بالاستنتاج المنطقي على ضوء التجربة. ولأن بوتفليقة خط أحمر حسب تأكيدات وزارة الداخلية لم تتوقف ردة الفعل الجزائرية عند حدود الاحتجاج الرسمي، بل عمدت السلطات إلى معاقبة مناوئيها من الصحفيين الفرنسيين، فرفضت دخولهم الجزائر لتغطية الاجتماع المرتقب وعلى رأسهم صحفيو لوموند ولو بوتي جورنال الذي اشتهر بفضح الصور المفبركة والمركبة لاستقبالات الرئيس، مما أثار حفيظة زملائهم المرضي عنهم جزائريا فرفضوا التنقل إلى الجزائر تضامنا مع المغضوب عليهم جزائريا، فأفرز أزمة أخرى سعت السلطات الفرنسية إلى تسويتها دون جدوى.
زيارة الوزير الأول الفرنسي للجزائر وانعقاد اللجنة الحكومية المشتركة وما يسبقهما من اجتماعات تمهيدية وما يرتقب توقيعه من اتفاقيات تأتي في جو مشحون وظروف لم يكن أحد من الطرفين يتمناها، لكن المتتبعين يستبعدون أن تؤثر في جوهر مهمة مانويل فالس وأن تنقص من الأهمية التي يوليها الطرفان لهذا الاجتماع رفيع المستوى ولا على حجم وعدد الاتفاقات المسطرة. ويذهب بعض السياسيين إلى التأكيد بأن الغضب الجزائري لا يعدو أن يكون مجرد عتاب، لأن الحب أكبر من أن يؤثر عليه كلام جرائد ولو لامس الخط الأحمر. لمناقشة أحداث الأسبوع في الجزائر إذن معنا بداية عبر الهاتف من الجزائر الأستاذ مصطفى بوشاشي المحامي الناشط الحقوقي المنسحب من البرلمان الجزائري. أستاذ مصطفى بوشاشي، لنبدأ ربما أحداث الأسبوع بوثائق بنما، تطور جديد فيما يبدو. مواقع جزائرية كثيرة تنقل عن موقع تونسي أنه إلى جانب عبد السلام بوشوارب ذكر اسم جزائري آخر هو توفيق بن جديد نجل الرئيس الراحل شادي بن جديد، كان شريكا في شركة أوفشور للتهرب الضريبي هكذا توصف في بنما، شريكا لسليم عبدلي هذا المحامي التونسي الذي ترشح حتى الانتخابات الرئاسية، وسمير عبدلي بالأحرى. ما رأيك بداية؟ بوشوارب ليس وحيدا، وإن كان بوشوارب يقول هذه مؤامرة ليس عليه فقط بل على الجمهورية. لا أعتقد بأن هذه مؤامرة على الجمهورية، ولكن هذا النوع من التبريرات كلما تحدث العالم عن تجاوزات سواء تعلقت بحقوق الإنسان منظمات حقوقية أو هذا النوع من التقارير حول شركات موجودة في بعض الأماكن ما يسمى في أوفشور، إلا وتحدثنا على أن هناك يعني هناك محاولة لزعزعة الجزائر. لا أعتقد بأن الجزائر لم تعد بهذه الأهمية سواء على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لكي تكون هدف لزعزعتها، وبالتالي ما حدث هو حقيقي وهذا لا يتعلق فقط بالجزائر، هناك عشرات أو ربما مئات الدول لبعض الأشخاص متورطين في خلق شركات في مجموعة من مناطق العالم ما يسمى بالجنات الضريبية. ولكن دعني أوضح شيء، كأن خلق شركة أوفشور في البهامس أو بنما أو هونغ كونغ أو ديلاوار في الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس جريمة في حد ذاته وليس مخالفا للقانون. الإشكالية تطرح عندما تكون مصدر الأموال لإنشاء هذه الشركات وبعد ذلك فتح حسابات في بنوك عالمية في سويسرا وفي أي مكان آخر وتحويل تلك الأموال من شركة موجودة في الجنات الضريبية إلى هذه المؤسسات. الهدف أو الإشكالية هو أن هناك في الغرب هناك ما يسمى بفكرة التهرب الضريبي أو هناك فكرة تبييض الأموال لمصدرها الجريمة، وبالتالي هذه هي الإشكالية الحقيقية بالنسبة للدول الغربية. هناك عشرات إن نقل الآلاف من الأشخاص الذين يمتلكون شركات في هذا النوع من الأماكن في العالم محاولين التهرب الضريبي لوصولهم وثرواتهم، وبالتالي القانون لا يمنع ذلك. الشيء الممنوع هو فكرة التهرب الضريبي وغسل الأموال وتبييضها، هذه هي الجريمة الدولية اللي يمكن أن تكون موضوع متابعات.
كذلك التهرب الضريبي هو يمكن أن يكون موضوع متابعات في الدول للأشخاص لم يقوموا بأداء واجباتهم الضريبية تجاه المجتمع. بالنسبة لموضوع الجزائر، الأمر لا يتعلق ولا يمكن أن يكيف على هذا الأساس. السيد بوشوارب أو غيره له الحق في خلق شركة في بنما، شركة أوفشور. الإشكالية بالنسبة للأشخاص الذين يحتلون مناصب سياسية أو أعضاء في البرلمان أو مسؤولين، هؤلاء تثار الشبهة حول خلق هذه المؤسسات في هذا النوع من الدول. إذن فالجريمة هي جريمة سياسية. في الدول الغربية الأشخاص الذين ينتخبون أو يعينون لإدارة الشأن العام يجب أن يتمتعوا بنوع من الاستقامة والنزاهة والشفافية. على الشفافية والنزاهة والاستقامة هي التي دفعت المواطنين بانتخاب ديفيد كاميرون في بريطانيا. يرجى التأكد من الرقم قبل إعادة المحاولة. نعم. ألو؟ نعم، نسمعك. على ذكر ديفيد كاميرون، اليوم احتجاجات في لندن اليوم أمام مقر حزب العمال واحتجاجات ضد كاميرون، وهو الآن يصرح الآن بأنه كان يجب عليه أن يتعامل مع الأمر بطريقة أفضل. يعني هو لم يقل هذه مؤامرة وأيدي خارجية عليه وعلى دولته مثل ما يقول بوشوارب، يعني يعترف الآن تحت الضغط الشعبي. فقط أريد نوضح الفكرة. تفضل. لأن كاميرون منتخب بطريقة ديمقراطية ورئيس الحكومة الإسلندية منتخب بطريقة ديمقراطية، وبالتالي الشعب له الحق في مراقبتهم والاحتجاج، وهذا يدفعهم أخلاقيا وسياسيا إلى الاستقالة. ولكن الأمر يختلف عندنا. الأمر أن هؤلاء ليسوا منتخبين من الشعب، وهؤلاء لا يمثلون الشعب حقيقة. وفي منطق كل الإخوة سواء في الجزائر أو في السعودية أو في قطر أو في أي دولة أخرى، هؤلاء لا يعتبرون أنفسهم بأنهم مسؤولين أمام الشعب، وبالتالي لا يتحرجون عندما تقع هذا النوع من الفضائح. على هذه أنا نقول طبيعة النظام السياسي في الجزائر هي ليست طبيعة النظام السياسي في الدول الغربية. طيب. وبالتالي هذا النوع من الفضائح لا يهز نظام سياسي، لأن مصدر السلطة هو ليس الشعب. إذن وبالتالي تعاملت الحكومة الجزائرية مع الموضوع بطريقة أخرى. لكن المهم في الموضوع هو ليس أن السيد بوشوارب خلق شركة عن طريق مكتب في لوكسمبورغ في بنما، وقال الذي المستشار القانون أو الشركة التي قامت بالإجراءات بأنه لم يستعمل هذه الشركة ولم يفتح حسابا بنكيا في الموضوع، وبالتالي فهي شركة جامدة من الناحية القانونية البحتة، لا غبار على ذلك طالما أن ليس هناك أموال وربما ليس هناك تهرب ضريبي. لكن المشكل الكبير والذي لا يمس السيد بوشوارب فقط، يمس ربما كل الحكومة وكل النظام السياسي القائم في الجزائر، وهو أن القانون الجزائري القانون محاربة الفساد صادر بتاريخ 20 فبراير 2006، يتحدث من هو الموظف العمومي المطالب بالتصريح بممتلكاته، وهو كل شخص يشغل منصب تشريعيا أو تنفيذيا
أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا. هؤلاء جميعا يفرض عليهم القانون في المادة الرابعة وصريحة تقول قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية وحماية الممتلكات العامة وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بالشأن العام، يلتزم كل موظف عمومي أو نائب برلماني أو وزير أو والي أو سفير أو قنصل أن يقوم بالتصريح بممتلكاته في بداية عهدته أو مباشرة بعد تعيينه. يجب أن يذكر في التصريح الممتلكات، الأموال، العقارات، سواء كانت موجودة في الجزائر أو خارج الجزائر. طيب خليك معنا أستاذ. نعم تفضل بيكمل فكرة أستاذ مصطفى. نعم نكمل فكرة، شكرا. إذن كل من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة إلى كل النواب في البرلمان إلى كل الولاة إلى كل السفراء إلى كل المسؤولين العسكريين الذين لهم مناصب عليا، يجب أن يقوموا في الشهر الموالي بالتصريح بممتلكاتهم داخل الوطن وخارج الوطن. طيب. وأثناء عهدتهم إذا تغيرت الذمة المالية إيجابيا يجب أن يقوم بالتصريح بذلك. قال أنا نائب في البرلمان ولا أنا والي ولاية سكيكدا أو ولاية عنابة وكان عندي فيلا، بعد نصف العهدة زيد شريت قطعة أرض وبنيت فيلا. طيب. أخرى يجب أن أصرح بذلك. كل هؤلاء رئيس الجمهورية، الوزير الأول، النواب، الولاة، السفراء، القناصلة، يجب أن يقوموا بهذا التصريح إجباريا أمام الرئيس الأول للمحكمة. طيب شكرا. أبقى معنا أستاذ مصطفى لو سمحت، انضموا إلينا الآن عبر خدمة سكايب من فرنسا صالح الجاب الناشط في الجالية الجزائرية. هذا الموضوع موضوع وثائق بنما أثار توترا بين قوسين كما يقول البعض بين الجزائر وباريس بسبب صحيفة لوموند التي وضعت صورة الرئيس بوتفليقة على موضوع وثائق بنما، وإن كان ليس مذكورا يعني كما يصير الكثيرون للأمانة، لماذا يوضع اسم الرئيس بوتفليقة وليس مذكورا؟ واحتجت الجزائر. الآن تطور الأمر إلى منع سلطات جزائرية صحفي لوموند من مرافقة فالس رئيس الحكومة الفرنسية في زيارته إلى الجزائر، وكذلك لو بوتي جورنال، فريق لو بوتي جورنال البرنامج التلفزيوني لكانال بلس، وتضامن معهم عدد من وسائل الإعلام الفرنسية وقاطعت زيارة فالس. ما هي أصداء؟ هل هناك من جديد في هذا الموضوع؟ هل انضمت وسائل الإعلام أخرى صالح الجاب في فرنسا أصداء هذا الموضوع؟ صراحة تحية لك ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين. هنا هم ينتظرون يعني أن يروا نهاية هذه الزيارة، وهم أيضا استنكروا طريقة تعامل السلطات الجزائرية مع هذه القضية وحتى السلطات الفرنسية، لأنه لو كان يعني لو لم تكن للسلطات الفرنسية أطماع في أموال الجزائر وأطماع في عقود جديدة، بمجرد أنه يستدعى سفيرها وبمجرد أنه تحدث هذه الضجة كان عليهم تأجيل الزيارة، ولكنهم هم في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية أتوا يعني للجزائر. لا أعلم يعني لا أعلم بأي طريقة، ومن بين الناس الذين سيذهبون يعني سيقومون بإبرام عقود معهم ممكن جدا عبد السلام بوشوارب الذي ذكر اسمه. لذلك عندما نرجع إلى الوراء، قضية الهفوة الوحيدة التي قام بها الصحافة الغربية الفرنسية هي وضع صورة الرئيس بوتفليقة، هذا يعني حاجتين منها، ولكن أظن أنهم عندما وضعوا صورته كانت طريقة ضمنية كي يقولوا أن هناك مسؤولين من الجزائر لديهم شركات وأملاك وأمور في بنما. عندما نرجع يعني للتعليق يعني لما قاله الأستاذ مصطفى،
أريد أن أقول له السؤال يعني الذي نطرحه، من أين لعبد السلام بوشوار بهذه الأموال؟ وقبل هذه الفضائح كانت هناك فضائح من قبل، الكل يعلم أن لديه شقة فاخرة في قلب باريس، الكل يعلم أنه يعني لديه لم يكن لديه جنسية كما قال النائب ميسوم، لديه يعني بطاقة إقامة في فرنسا، أي أن هناك مشكل يعني تضارب المصالح، كيف لإنسان أن يكون بالجنسية الفرنسية ويمثل الدولة الجزائرية لكي يقوم بمشاريع مع فرنسا؟ هنا صراحة قمة الاستهتار بالشعب. وهذا طبعا المتحدث باسم هذا جي فايت المسؤول الشركة التي سجلت شركة أوفشور رويال الرايفل اسمها حتى الوصول الملكي، يعني مع أنه يقول بأنه بوشوارب القضية متعلقة بمؤامرة على الجمهورية وعلى صورة الجزائر وعلى إطاراتها، ويقصد نفسه بالتأكيد. يقول هذا جي فايت بأنه الأمر متعلق بأموال خاصة كان المفروض 700,000 دولار، يريد شراء بوشوارب لابنته شقة وعقار في جنيف، وأنه هذا السيد نفسه قال بأنه لم يستفد من ماديا من الأمر، وأنه يعرف بوشوارب شخصيا عندما كان بوشوارب يتاجر ويبيع البطاطا كما قالها في حوار مع توسيغ الألجيري. وإن كان طبعا بوشوارب معروف بأنه له مصنع لصناعة الشيبس، قد يقول هذه الأموال من الشيبس، من بيع الشيبس. ولكن من أين بدأ كل هذه التجارة صراحة؟ لو نرجع إلى راتبه كوزير أو حتى من قبل، هناك أيضا الموقع جريدتي لهشام عبود أيضا أعطى يعني أعطى أمور كثيرة على 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 بوشوارب عبد السلام بوشوارب. من المستحيلات السبع أن يعني أنه يبقى في منصب يعني وزير للمؤسسات وفي نفس الوقت لديه مؤسسات يعني ويقوم بإبرام يعني صفقات مع الدول الأخرى، وهنا يعني بطريقة بديهية سيقوم بأمور في صالحه هو. ونقطة أخرى أضيف لها، أغلبية المسؤولين، نعطيكم مثال مثلا شريف رحماني هنا في فرنسا يعني ساح الحبر وكتب باسمه أن لديه شقق وعقارات باسمه هو، باسم ابنائه وبناته وزوجته والشقيقة زوجته، ولديهم حتى مؤسسات هنا في قلب باريس. لهذا هؤلاء الناس لديهم هنا يعني ما صدر في بنما هي صراحة هي الشجرة التي تخفي الغابة. أما لو يعني ذهبنا بعيدا سنجد أن هناك أمور عدة. وهذا ما جاء منها في هذا الكتاب الذي كنت تشير إليه، كتاب العلاقة غولاسيون باسيونال، العلاقة الحميمة أو الخاصة بين الجزائر وفرنسا، أليس كذلك، الذي صدر العام الماضي يعني. نعم هذه النقطة. وعندما نسمع أيضا نسمع وقرأنا في الصحافة الفرنسية أن ساركوزي تدخل شخصيا لكي تعطي هنا الإدارة الفرنسية تعطي بطاقة إقامة إلى السعداني، هنا نفهم ونعلم أن أنا أؤكد ومتأكد 1000% أن عبد السلام بوشوارب لديه بطاقة إقامة، ومؤخرا سمعنا أن لديه ما أكبر منها أن لديه الجنسية. طيب خليك معنا صالح الجاب لو سمحت، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر في النقاش فيصل مطاوي الكاتب الصحفي. فيصل مطاوي، بوشوارب لم يعد وحيدا في قائمة وثائق بنما والجزائر، اليوم المواقع الجزائرية تنقل أنه توفيق بن جديد ابن الرئيس الراحل شادلي بن جديد ذكر اسمه شريكا في شركة مع محامي تونسي العبدلي. نعم هذا ليس غريبا، لان ما يعني ما كشفته وثائق بنما بيبرز قلة قليلة، يعني ربما ستذكر أسماء أخرى، ولكن المشكلة ليس في ذكر الأسماء، لأن كل يعرف أن الفساد أصبح في كل مكان في الجزائر خاصة في القطاع الاقتصادي. المشكلة أين العدالة؟ يعني لماذا لم تفتح العدالة الجزائرية تحقيقا حول ما ولد حول عبد السلام بوشوارب؟ عبد السلام بوشوارب لا يمكنه أن يكتفي بالقول في جلسة مغلقة في اللجنة الاقتصادية للبرلمان، هذا البرلمان الذي يسكت كذلك ولا يطالب بتحقيق ولا يفتح تحقيق ولا حتى يسائل بوشوارب في جلسة علنية أمام الجميع وليس في جلسة مغلقة. يقول أن هناك لوبيات تضغط عليه، ويقول لوبيات فرنسية وأمريكية، لماذا لم يقل هذا الكلام في السابق؟ صحيح أصبحت سوقا كبيرا والكل يريد أن يأخذ كعكته، سواء الأوروبيين أو الأمريكيين حتى
الدول الآسيوية، ولكن عندما تغيب الشفافية نصبح هكذا نذكر الثيوري دي كومبلو، نظرية المؤامرة وأشياء أخرى، رغم أن ما كان يطلب من بوشوالب وهو وزير الصناعة أن يستقيل على الأقل، لأنه هو له شركة موجودة في بنما وكان يفاوض مع شركة أجنبية. يعني هنا كما كان يقول صديق قبل قليل، هناك تضارب في المصالح، يعني كوفري دانتيغي، وعندما يكون كوفري دانتيغي يطلب من الوزير أن يستقيل وأن يأتي ويقول أنه سيأتي بقرار وسيبلغ القرار أو تقرير كما قال لرئيس الجمهورية حول هذه القضية، عليه أن يبلغه للرأي العام وللشعب الجزائري وليس لرئيس الجمهورية وحده، وأن يقول أنه غير متوقف كما يقول هو طبعا. ولكن يبقى أن تناول بنما بيبرز وأن تصبح هذا كما ورد منذ لحظات أن هناك أزمة دبلوماسية، فربما دخلنا في سياق الآخر، لأن هناك من يحاول تحويل الأنظار، تحويل الأنظار حتى حول هذه القضية وقضية عبد الشكيب بخليل وقضية عدم مساءلة الوزراء أمام القضاء إلى غير ذلك. في اعتقادك موضوع فرنسا ومنع صحف في لوموند، عدم إعطاء تأشيرة له والبيتي جورنال، إلهاء تحويل الأنظار؟ طبعا هو شوف وكان أشياء كثيرة جمال، للأسف قطع الاتصال مع فيصل المطور، ربما الزملاء يعودون إليه. ما رأيك أستاذ مصطفى بوشاشي في هذا الموضوع، في موضوع منع صحفي لوموند ولوبيتي جورنال، فريق لوبيتي جورنال، من الدخول إلى الجزائر، ومقاطعة تضامنا العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، مقاطعة زيارة فالس إلى الجزائر؟ أعتقد أن هذه معالجة غير حكيمة بالمرة، وكما قال سينتاوي أن نظن هي للفت الأنظار، لكن تعودنا يعني على هذا النوع من الخرجات للسلطات الجزائرية في عوض مواجهة الحقيقة وإيجاد حل والحديث مع الجزائريات والجزائريين، نتخذ إجراءات ضد دول أخرى أو ضد منظمات أخرى، ومعتمدين على نوع من الوطنية والنبرة، وبأننا لا نسمح لأي كان بأن يتدخل في شؤوننا أو يمس بمؤسساتنا. أعتقد بأن هناك مجموعة من الدول اللي تحدثت عليها هذه بنما بيبرز، ما فيها رؤساء وملوك، يعني رد الفعل هذه الدول لم يكن بهذه الحدة، لأن هذا النوع من رد الفعل يضخم القضية ويعري النظام أكثر مما يجذب الاحترام لمؤسسات الدولة الجزائرية. طيب أبقى معنا أستاذ مصطفى، عاد إلينا فيصل المطاوي. كنا نتحدث عن موضوع، تعتبر أستاذ فيصل المطاوي بأن القضية قضية إلهاء تحويل أنظار، موضوع ما عدم منح التأشيرة لصحفي لوموند ولو بيتي جورنال، ومقاطعة وسائل إعلام فرنسية من بينها لو فيغارو وإذاعات وتلفزيونات فرنسية لزيارة فالس، ولكن في لوموند بشكل خاص، وربما حتى لو فيغارو، كذلك لو فيغارو كانت محل شكوى من السلطات الجزائرية أنها وصفت الرئيس بوتفليقة بالفرعون الذي يريد أن يبني مسجدا ب4 مليارات، فيما يعاني الجزائريون من غياب مستشفيات، والرئيس بوتفليقة نفسه يعالج في فرنسا. ها لو فيغارو ولوموند تذكر معنا حصلوا على إشهار بمئات الألاف ربما من الأوروات من قبل السلطات الجزائرية، يعني من أموال الجزائريين. طبعا كان على سلطاتهم تكسب، لان الاول منع، طبعا هو مبدئيا نرفض يعني منع صحفيين من القيام بعملهم سواء كانوا جزائريين او اجانب، يعني عدم منح التاشيره وخطا فادح من الجزائر مره اخرى، وحتى صحيفه لوموند ارتكبت كذلك خطا مهني، لان وضعت صوره الرئيس بوتفليقه في البنما بيبرز وقالت ارجون دي شيف ديتا، يعني اموال لرؤساء الدول، رغم ان الرئيس بوتفليقه لم يرد اسمه في هذه الوثيقه، وهذا خطا مهني يجب ان تعترف لوموند به، ولكن لا نمنع صحفيين من الدخول الى الجزائر للقيام بعملهم، فهذا خطا، خاصه في اطار زياره رسميه، والرؤساء يعني الوزراء والحكومه تقول ان الشراكه مع فرنسا استثنائيه، ومانويل فالز ذاته يقول ان فرنسا اول مستثمر في الجزائر، والكل يعرف ان فرنسا تتحصل على الكثير والكثير من الامتيازات
المجال الاقتصادي منذ مجيء رئيس بوتفليقة إلى السلطة، وبالتالي فهذه الأزمة الدبلوماسية ربما كما قلت هي هدفها تحويل الأنظار، تحويل الأنظار خاصة على عودة شركة بخليل للجزائر، لأن ماذا تغير في بنما بيبرز؟ الموضوع من بين أكثر من 70 جريدة في العالم يعني تناولت الموضوع، وكما قال الأستاذ بوشاشي كان أسماء كثيرة من الرؤساء والحكومات وردت في الوثائق، ولم تقيم الدنيا وتقعدها بل طلبت من العدالة والبرلمانات تقيم بعملها. فبدلا ندخل في هذا الجدل العقيم مع فرنسا، رغم أن الكل يعرف أن مانويل فالز يدخل وتدخل الجزائر منذ لحظات بالبطاقة الأحمر وسيستقبل من قبل الجميع وستتوقع أكثر من 10 اتفاقيات في كل المجالات بما فيها المجال التكنولوجي، فربما فقط هي أزمة عابرة وسترى كيف الأمور ستعود إلى مجراها الطبيعي بعد ربما أيام فقط. طيب أعود إليك صالح الجاب، طبعا مثل ما كان يقول فيصل مطاوي ربما مثل ما كنت تشير كذلك، يعني أنه بالنسبة لفرنسا المال لا لون له، يعني وهذه بالمناسبة ليست الرقصة الأولى لفالس، ليس كذلك، ليست رقصة الفالس الدبلوماسية الأولى لمانويل فالس في الجزائر، ليس كذلك؟ نعم، مانويل فالس هو رقصة في الجزائر وفي غير الجزائر، يعني مؤخرا كان هناك استدعي إلى حصة تلفزيونية وجاء هناك من سأله قال له لماذا تذهبون وتقومون بعلاقة مع السعودية وأنتم تعلمون أن لديها يعني تصرفات يعني من حيث حقوق الإنسان ومن حيث، فأجابه قال له نحن نبحث عن مصالحنا، وكان هذا الجواب يعني قد يعني كما يقول إلى الشوك، يعني كل الناس بقيت يعني باهتة عندما سمعت الوزير الأول يتكلم بهذه الطريقة. هنا أيضا نفس الشيء، يعني صراحة نستطيع أن نسمي العلاقة ما بين النظام الجزائري والفرنسي، إن قلنا كلمة زواج يعني متعة، زواج النظام الجزائري يحتاج إلى شرعية هو فاقدها ويحتاج إلى شهادة حياة، لأنه في كل مرة لما يأتي المسؤولين الفرنسيين يقومون بأخذ صورة أو صورتين معه، وعندما يخرجون يقولون إننا رأينا شخصا عظيما ولديه قدرات ويلم بمواضيع الساحل وليبيا ولا أعلم كيف. ومن ناحية أخرى فرنسا تواصل ابتزازها للأموال الجزائرية، لذلك لم تقم حتى هي بموقف رشيد. الجزائر أخطأت بمنع الصحفيين، وفرنسا كان عليها يعني لحفظ ماء وجهها أن تتريث أو تؤجل الزيارة أو يعني أمر من هذا القبيل، لكنها لم تقم بها. وفي فيما يخص هفوات النظام الجزائري مع الصحافة، في سنة 2014 يعني التقيت بصحفيين في الجزائر أيام يعني الهملة الانتخابية، وتكلمت مع صحفي إسباني قال لي بالكلمة، قال لي أعطيت لي يعني تأشيرة لعشرة أيام، قال لي أنا أتساءل وكأن النظام الجزائري قرر أن الانتخابات ستفصل في الدور الأول. وهنا صراحة النظام الجزائري مرات هو يحاول يعني خنق الصحافة ولا يريدها تتكلم وتقوم بعملها، ولكنه بطريقة غير مباشرة يضرب نفسه ويفضح يعني أموره ويفضح أن لديه أمور عديدة يخاف أن تكشفها الصحف الأخرى، لهذا ذهب إلى يعني إلى هذه يعني التصرفات. ابقى معنا صالح حجاب. طبعا من مواضيع الأسبوع في الجزائر للأسبوع الثاني تتواصل معاناة الأساتذة المتعاقدين المضربين عن الطعام المحاصرين بقوات الأمن في بودوا والممنوعون من الوصول إلى العاصمة للاحتجاج للمطالبة بإدماجهم، والذين يتقاضون مرتبا زهيدا مذهلا لا يتعدى 21,000 سنتيم، 2 ملايين و100 كما يقول بالتعبير الشعبي الجزائري، أي ما يعادل 80 دولارا شهريا، فيما تقول مصادر إعلامية أن نجلة وزيرة التربية نوريا بن غبريط رمعون مهدي رمعون وهو في بداية العشرينات من العمر يتقاضى مرتبا لا يقل عن 7,000 دولار شهريا، وجدل كبير حول تعيينه ضمن البعثة الجزائرية في الأمم المتحدة في نيويورك. نتابع مهدي رمعون متحدثا بإنجليزية تثير التساؤلات في الأمم المتحدة، ثم نعود للحديث عن الأساتذة المتعاقدين وابن بالغبريط المحظوظ. Aligns itself with the statements made by South Africa on behalf of the African group and Iran on behalf of the non-aligned movement. I would like to thank the Secretary General for his comprehensive report. Jurisdiction is a principle of international law.
of exceptional character that aims to fight impunity and ensure the prosecution of any. مهدي رمعون كما تقول مصادر إعلامية ابن وزيرة التربية نوريا بن غبريط في الأمم المتحدة. سيد مصطفى بوشاشي ما رأيك؟ يعني فيما يعاني الأساتذة هذه المعاناة والحديث عن تخويف وتهديدات من السيدة بن غبريط، هؤلاء يتقاضون 2 ملايين و180 دولار ما يعادل. ابن بن غبريط يقول موقع أو صحيفة الحياة الجزائرية أنه صعود صاروخي لابن الوزيرة وأصبح دبلوماسيا في فترة قياسية في الأمم المتحدة، إلى يتقاضى مصادر أخرى تقول ربما 7000 دولار مينيموم كمرتب شهري، ويصل هكذا الأمم المتحدة. فيما دبلوماسيون جزائريون احتج كثيرون حتى أمام الخارجية، يقضون 20 سنة ويقبعون ربما يبقون في وزارة الخارجية. أستاذ مصطفى بوشاشي، طبعا هذه طبيعة النظام الذي يدير الشأن العام بتغييب تام للشفافية. ابن بن غبريط وابن وزير أصبح يخدم مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في أبي كونت أو في باريس، وابن الفلاني ليحصل على منحة في نيويورك أو في ماساتشوست إلى غير ذلك. هذه أشياء عادية، هذا هو النظام القائم في الجزائر، لا شفافية. والإخوة الذين يقومون بخدمة النظام السياسي ويعملون على استمراره يقومون في مقابل ذلك بالحصول على امتيازات. طبعا لا أريد أن أتحدث عن شخص معين بذاته مثل ابن السيدة بن غبريط، ولكن هذا هو النظام الجزائري مع الأسف الشديد. هناك تغييب تام للمواطنين، هناك تغييب لفكرة الشفافية ومساواة المواطنين أمام المرفق العام. لماذا؟ لأن الإخوة الذين يسيرون الشأن العام يعتقدون بأن عامل القوة والتزوير هو الذي أوصلهم إلى السلطة، وبالتالي هم في خدمة النظام وليس في خدمة الشعب. لكن الذي يحزنني هو المعاملة اللي تم مع الأساتذة المتعاقدين. اعتقادي بأن كان على السيدة الوزيرة يعني قبل اتخاذ أي قرار هو الدخول في حوار مع الإخوة الأساتذة المتعاقدين وإشراك النقابات في الموضوع، لأنه من غير المعقول أن شخص عمل 5 أو 6 سنوات كمتعاقد وبعد ذلك نتخذ قرار على مستوى الوزارة ونقول بأن هؤلاء يجب يفوتوا المسابقة كجميع الذين لم يقوموا بالتعليم من قبل، لم ينتموا إلى هذا القطاع بالمرة. على هذه نقول أن هذا النوع من المشاكل يفترض أنها تحل دائما بالحوار، ولا يمكن لمسؤول قطاع معين أن يتخذ قرار بطريقة أحادية وتسلطية. لكن في كل قطاعات هذه هي الطريقة اللي يتعامل بها القائمين على تسيير الشأن العام مع الأسف الشديد. يبقى معنا أستاذ مصطفى فيصل المطاوي، ما رأيك في ما اعتبر مهدي رمعون جايت؟ أما أنه طبيعي أنه مواطن جزائري، شاب جزائري، من حقه أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي حتى وإن كانت يتحدث في الأمم المتحدة بإنجليزية يعني واضح أنها مهلهلة، يعني دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها. ربما كثير من الكفاءات الجزائرية باستطاعتهم أن يتحدثون بطلاقة بإنجليزية أفضل، يعني وربما فقط ذنبهم أنهم ليس اسمهم مثل اسم مهدي وليس والدتهم أو أقاربهم وزراء أو مقربون من السلطة. طبعا
طبعا نقول من حق الشباب الذين يصلون الى دبلوماسيه عن طريق الطرق المعتاده، يعني ان تكون انت مكون في مدرسه وتعرف تتكلم ليس فقط الانجليزيه وانما عده لغات، وتكون لك تجربه كذلك على الاقل بسيطه في الميدان بان تستعمل انت الوزاره او ان امك او اباك وزير. فطبعا هذا يعني ندخل في اطار للباستغوا يعني اللي كانت موجوده في السبعينات والثمانينات في الجزائر، ويبدو اننا او على الوزاره الخارجيه ان تعطي تفسير للجزائريين حول وصول ابن هذا الشاب اللونيو يعني للأمم المتحدة وبالطريقة التي وصل إليها. الآن يبقى أن سلك دبلوماسي في الجزائر والتكوين في المجال الدبلوماسي أصبح حكرا على نخبة، ليست نخبة فكرية أو نخبة مثقفة أو نخبة، ولكن نخبة التي تنتمي إلى الحقل أو الحلقة الأولى للسلطة، يعني البرومي سيركل، يعني الوزراء والجنرالات وكبار المسؤولين في الجيش الذين يصلون أبنائهم بطريقة أو بأخرى إلى السلك الدبلوماسي، رغم أن هذا السلك حساس جدا خاصة في الظرف الدولي الذي نعرفه وعلى يعني الذين يجب أن يصلوا إلى هذا المنصب أو تلك المناصب في السفارات في كثير من الأحيان تتم في يعني بغياب شفافية تامة. لا نعرف كيف يعين هذا سفيرا في بولونيا وآخر في المكسيك، ورغم أن في بعض الحالات لوحظ وجود سفراء لا يتكلمون حتى اللغات الدولة يعني يتواجدون فيها. وبالتالي فالتسيير الخارجية الجزائرية وتسيير الدبلوماسية الجزائرية بحاجة كذلك إلى مراجعة كاملة وبحاجة كذلك مساءلة من البرلمان، يعني أين دور البرلمان في هذا المجال؟ في كل برلمانات العالم هناك لجان تتكفل بالعلاقات الخارجية وبالدفاع وتسائل الوزراء حول طريقة تسيير الدبلوماسية في الولايات المتحدة الأمريكية. لا يذهب سفير إلى دولة ما إلا بعد أن يسائل من قبل البرلمان بغرفتيه ويعني يسمع، وإذا رفض البرلمان ذلك فلا يذهب سفيرا. وبالتالي فعلينا أن نراجع كل هذه الأمور. ولكن أليس هناك الجانب المفروض الأخلاقي فيصل مطاوي؟ أليس هناك تعاملا أوليغاركيا أبارتيديا إن صح التعبير، يعني في وزارة الخارجية يعني جزائريون احتجوا في وزارة الخارجية موظفون على أنهم لا يرقون بينما يبرك مسؤولون يتجاوزون حتى السن القانونية في الدبلوماسية الجزائرية لسنوات حتى المدة القانونية؟ هناك سفراء ودبلوماسيون يتجاوزون 80 سنة مثلا، أليس هناك جانب أخلاقي قبل ذلك؟ نعم جمال، هناك مرض موجود في الدبلوماسية الجزائرية في طريقة تسيير الدبلوماسية الجزائرية. لأن حتى نندهش كيف وزير يفشل في تسيير وزارة ويصبح وزير سفيرا في دولة ما. أذكر اسم حمراوي حبيب شوقي الذي فشل في وزارة الإعلام وفي وزارة الثقافة وحتى في تسيير التلفزيون أصبح سفيرا للجزائر في رومانيا مع الإقامة في باريس. يعني تصور هذه الأمور الغريبة التي تتم وتمت في السنوات الأخيرة دون أي مساءلة دون أي محاسبة. سؤال ثاني، وكيف تسير أموال السفارات كذلك؟ الى كيف تسير والدوله تتحدث عن يعني تحديد الانفاق العمومي والتقشف الى غير ذلك؟ وهناك كذلك جمال من لا يريد الذهاب، يعني كان الدبلوماسيه او منصب السفير اصبح حكرا على جماعه او على جماعته فقط. وهناك حتى من السفراء ذهبوا واستخلفوا او عوزوا باقاربهم، وهذه اشياء يعني توجد في دوله لا تحترم الراي العام ولا تحترم القواعد المتعارف عليها في المجال العلاقات الدولية. وبالتالي انت اذا كنت تتصرف هكذا بالسفارات فكيف للدول الاخرى ان تحترمك وتعاملك معامله الاحترام؟ يعني هذا مشكل اخلاقي ومشكل سياسي ومشكل حتى انه مشكل يعني فكري كذلك في طريقه التعامل مع الدول الاخرى. شكرا جزيلا لك فيصل المطاوي الكاتب الصحفي. صالح الجاب، طبعا موضوع نجل بن غبريط ليس مفاجئا لك، وانت كنت ضمن مجموعة من الناشطين الجزائريين نشرتم قائمة العام الماضي واعتقد العام اللي قبل عن أبناء المسؤولين الذين يعينون خاصة في شركات الخطوط الجوية الجزائرية، يعني ضمن تجمع الجزائريين. هذا وكان بيانا وقائمة نشرتموها ضمن تجمع الجزائريين ضد غلاء التذاكر سفر إلى الجزائر. نعم صراحة هنا ما يجب أن أتساءل، هل هناك عدالة مستقلة؟ هل هناك مسابقات يعني بلجنة حيادية لكي تعطي للناس اللي عندهم كفاءة المناصب؟ الجواب هو لا. ولماذا ابن رمعون صار هناك؟ لأنه يعمل كما يعمل السيد الرئيس نفسه. لو نرى الرئيس بوتفليقة أخوه السعيد هو مستشاره الأول، أخوه عبد الغني هو مستشار في إير ألجيري،
زوجة أخت زوجة سعيد تعمل في إيراجيري في باريس، نتكلم عن بوشوارب الذي لديه يعني لديه مشاكل عدة، زوجته تعمل في إيراجيري في أورلي، نتكلم عن الوزير يوسف يوسفي زوجته قنصل في ستراسبورغ، نتكلم عن عمار غول أخوه رئيس وكالة إيراجيري في ولاية الشلف، محمد صالح بولطيف المدير السابق عين أيضا قريبه، طيب العيز عين ابنته في إيراجيري هنا بفرنسا، نتكلم عن محمد روراوة عين ابنه، بوغر عبد المجيد بوغر السلطاني أيضا عين ابنه، سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر أيضا عينت ابنها في وكالة إيراجيري في الخارج، جمال عيدوني أيضا هو ماجسترا يعني رئيس الماجسترا، بن صالح المندبة الكبيرة بن صالح عبد القادر بن صالح ابنته تشتغل في إيراجيري في باريس، وزوجها يشتغل في دبلوماسية في سفارة في باريس، أي أنه وجد مكانا لابنته ولزوجها، والقائمة صدقني طويلة جدا، هناك يعني أبناء جنرالات وأبناء حتى ابنة أخت يحيى قيدوم هي أيضا هنا، محمد الجاوي وغيرهم. ونرجع هنا لنرى لنقول أن هناك بعض القناصلة الذين يقومون بتزوير الانتخابات هنا في الخارج، الترقية تكون بإعطائهم مناصب سفراء في دول أخرى. عندما نرجع إلى السنوات يجب على القنصل أن لا يتجاوز 4 سنوات، ولكنهم يتجاوزون حتى 20 سنة، آخرهم قنصل الذي يشتغل في مرسي. وهنا نفهم أنهم يستعملون الوكالات إيراجيري هي 34 بالخارج، والقنصليات والسفارات والمدرسة الجزائر بالخارج ومسجد باريس وكلها يستعملها كأبواب لخروج أبنائهم للخارج لكي يأخذوا إقامة، لكي يأخذوا راتبا يعني مسبوقا. خليك معنا صالح الشاب. أستاذ مصطفى بوشاشق قبل أن نودعك، يعني هذه العناوين الكثيرة، بوشوارب، شكيب خليل، الآن ابن غبريط، يعني أليست كثير من الاستفزاز للجزائري الذي يعاني حياته اليومية لهؤلاء الأساتذة الذين يتقاضون هذا المرتب الزهيد والذين يعانون، لعائلاتهم التي تعاني معهم، لكل الجزائريين؟ هذه طبعا هي دفع الجزائريين إلى ما لا يحبط عقلاه، لأن عندما ينتشر الفساد بهذه الطريقة، ولو أن بالنسبة لقضية بوشوارب هذه شيء بسيط جدا. لماذا؟ لأن الإشكالية التي يجب أن نطرحها بأن كل المسؤولين يجب أن يصرحوا بأموالهم في الداخل وفي الخارج، والأموال المملوكة لأبنائهم القصر، ويجب أن تنشر القائمة في الجريدة الرسمية ليطلع عليها الجزائريات والجزائريين، وإذا رفضوا بذلك يقوم الرئيس الأول للمحكمة العليا بتنبيههم. بعد مرور شهرين يمكن متابعة هؤلاء والحكم عليه طبقا للقانون من 2 إلى 5 سنوات. ولننظر إلى الجريدة الرسمية الجزائرية، هل تجد بأن كل المسؤولين قاموا بالتصريح بممتلكاتهم في الخارج أو في الداخل؟ إذن الموضوع لا يتعلق ببوشوارد، وإنما الموضوع يتعلق بكل نظام في الجزائر والقائمين على النظام. وهذا النوع من التصرفات وهذا النوع من الاستهتار بالقانون وهذا النوع باحتقار الشعب، يعني قد يؤدي إلى أشياء خطيرة في المستقبل. إننا نلاحظ اليوم في الشارع الجزائري هناك غضب مكبوت، نتمنى أن هذه الأمور تعالج. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى بوشاشي، الناشط الحقوقي والسياسي والبرلماني المنسحب من البرلمان الجزائري. انضم إلينا الآن في النقاش دكتور عبد العزيز بلعطار، رئيس مجلس أمناء مدرسة الهلال بمانشستر. دكتور عبد العزيز بلعطار، كجزائري في الخارج تتابع هذه العناوين الكثيرة، يعني شكيب خليل، بوشوارب، ابن بن غبريط، كيف تشعر وأنت تتابع كل هذه الأخبار التي يعني
تفجع الكثير من الجزائريين في الداخل وفي الخارج، ليس كذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا وسهلا بكم إن شاء الله. وعليكم السلام. أخي الكريم، يعني عندما تنظر أنت الآن يعني في الوضعية، مش أي في الجزائر، حتى تنظر حتى في بريطانيا مثلا، يعني مقارنة مع في الجزائر حتى الآن، مقارنة حتى الآن خرج الوزير الأول واعترف للكاميرا أن من يوم الاثنين وهو يتكلم، لكن اليوم نهض في المؤتمر تاع المحافظين وقال انا كان عندي 30,000 من الاسهم في شركه كانت لابي الراحل، يعني توفى بالطريقه هذه، وبعتها قبل ما اعين وزير الاول. هذا شيء يعني يعطيك يعني مظهر من مظاهر ان عندنا مشكله مع الفرد، يعني وخاصه انا من جانب التعليمي يعني. ولكن كاميرون اليوم امام الضغط الشعبي واحتجاجات، وهناك حتى من سعى الى دعا الى استقالته على طريقه رئيس الوزراء الايسلندي، اليوم خرج يرد يقول انا وكانه يعتذر، انا لم اتعامل مع القضيه بالطريقه المطلوبه. المسؤولية على نفسه، وانه قال انا المسؤول. فهمت؟ فالقضية المسؤولية على يعني أنا أقول لك مثلا واحد عالم مصري جزاه الله خير قال هل تريد أن تحدد مدى نجاعة أي دولة وحكومة في أي بلد؟ فقال له يعني امتحانين، امتحان الأول تنظيم حركة المرور، تنظيم حركة المرور، والامتحان الثاني هو جمع الضرائب. إذا كانت دولة متمسكة وعندها قوة وعندها قوة بالقولة أن عندها يعني قوانين وكل شيء، فمن الرئيس إلى الفلاح في أي واحد منهم يستطيع، لأن المواطنة في ذاتها، المواطنة يعني مبدأ المواطنة أن كل الناس يعني مقابلة القانون كلهم سواسية في يعني عندما ينظرون في القانون، رئيس ومرؤوس. فإذا انعدم هذا يعني أن القانون هو يعني سيد في كل المواقف، اللهنة تصبح يعني في خلل كبير. طيب، وكاميرون الآن يقول بأنه سينشر لكل ما تعلق بضرائبه لسبع سنوات منذ وصوله إلى السلطة، لأنه يقول أنه لأن الآن الناس تمشي بالقدوة، صحيح؟ هو الآن قال أنا وزير الأول سوف أظهر كل ما دخل لي في يعني في ممتلكاتي وكل شيء وكم دفعت وكل شيء، لأنه هو الآن سوف يضع يعني الخطوة الأساسية حتى البقية اللي تحته، يعني هو منصب كبير الوزير الأول يعني تحت الملكة هنا الوزير، يعني مش يعني أي شيء، يعني وزير أول. احنا عندنا في هذه تاع البنما دوكيمنت هذه وضع الوثائق وهذا التسريب هذا، في يعني في شخصيات يعني ملوك مدراء رؤساء وزراء، لكن اهم شيء انا ولكن هؤلاء يعني لم يقولوا، انهم ضحيه مؤامره عالميه ضد الجمهوريه وضد الجزائر مثل ما يقول بوشوارب. هؤلاء كثيرون اختاروا الصمت يعني حتى خجلا، لان القضيه الان احنا عندما في الاخير يعني تعامل مع معطيات، الوثائق التي تسربت فيها معطيات وهو أعداد وأرقام وأشخاص ومؤسسات بالاسم ومبالغ وكل شيء، لا يستطيع أي واحد يعني إلا هذا البراغماتي، لأن البراغماتي هذا المصلحي يعني لا يفهم للمنطق، فعنده واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، هذا المشكلة تاعنا احنا، المصلحي لدرجة انه يفقد عقله، يعني لا يستطيع ان يستعمل عقله، ما عندوش منطق. هل ينطبق هذا على وزيرة التربية سيدة من غبريط التي يعني تخوف الأساتذة المتعاقدين سياسة الجزر والعصا، فيما هؤلاء المساكين الذين يتقاضون ما يعادل 80 دولار بينما اتضح ان ابنها في البعثة الجزائرية للأمم المتحدة في نيويورك يتقاضى على الأقل 7,000 دولار شهريا.
يعني الآن أنت عندما تأخذ يعني مثلا وهي تعتبر أهم مؤسسة في ووزارة ومؤسسة في أي بلد هي المؤسسة التعليمية التربوية، عندما تتكلم مع الوزيرة والتعامل معها أنا في بعض الأوقات أبحث في هذه الأمور وأبحث على معطيات، يعني معطيات يعني أرقام نتعامل معها في الجزائر، عدد السكان وعدد مثلا تحت 15 سنة وفوق 15 إلى ذاك 65 وفوق 65، المعطيات والتحصيل العلمي والتعليمي ومثلا نقولوا ما يقارن بين عدد المعلمين والمعلمات مع عدد الطلاب الموجودين يعني في الأقسام وكل هذه، لأن في التعليم والتربية تعتمد على منهاج علمي، أن القضية ليست قضية سياسة، واحد يجلس اليوم وفي الغد الصباح يتكلم كلام وبعد يومين يزيد يغير بالطريقة. أولا قبل كل شيء القضية التعليمية التربوية هي يعني شغل الشاغل تاع المجتمع الجزائري ككل، لأن الطالب أو التلميذ عنده المثلث هذا، عنده ما بين المثلث العائلي يعني العائلة وعند المثلث تاع المؤسسة التعليمية التربوية، وثم عندك المجتمع ككل، هذا المثلث فيه فهو يمشي ويؤثر سلبيا أو إيجابيا على الطالب. لا نستطيع يعني أي دولة في أي من الدول أن يعني تحترم نفسها أن يعني تعمل بهذا العمل للمعلمين والمعلمي درسك الحرف الأول وعلمك وكل شيء تفعل به بهذه الأفاعيل، هذا لا يعني يجوز يعني، لكن المفروض أن المؤسسات التعليمية والتربوية وأيضا الجامعات والمؤسسات الجامعات والأقسام، لأن القضية احنا تعلم في الجزائر البحث العلمي غير موجود، ولهذا معظم حتى السياسي عندما يريد يأخذ معلومات لو يعني درس أن يفهم أن فيه منهجية. ولكن أليست سيدة بالغبريط المفروض هي باحثة أصلا في هذا المجال، ليس كذلك يعني. إيه لكن هي في قمة الهرم، لكن تحتها يعني مستشارين وعندك مدراء مؤسسات ومدراء جامعات ومدراء مراكز أبحاث وكل شيء، لأن كل هذه الأمور عندما تأتي ويكون هدفها هو الارتقاء بالتعليم والتربية، وأنا أنظر يعني مثلا يعني نقول مثلا يعني نعطي أنا يعني قاعد نبحث في بعض ماذا الأشياء الذي نريدها من الطلبة في المستقبل، والطلبة عندما أتكلم منهم أنا أريد أن يعني أحضره يعني وأرتبه وأعلمه وأربيه، ليس للجزائر فقط، أن هذا الطالب يستطيع أن يؤدي مهامه في أي بلد في العالم. فنعطيك يعني يا شيخ لو سمحتني أنت يعني ثمني بعض الأشياء يتكلموا عليها أن تكون موجودة في الطالب زيادة على قضية يعني القراءة والكتابة والرياضيات. فيقول يعني هذا بحوث، هذا ما يعني البحوث يقول أن الطالب يحتاج أولا قبل كل شيء أن يعرف عند قيادة يعني مثلا ليدرشيب ريادة والقيادة أولا، هذه من هذا التكنولوجيا الرقمية يعني ديجيتال تكنولوجي، هذه ثالث التواصل كوميونيكيشن، هذا يتواصل بالكلام يتواصل بالصور يتواصل على الإنترنت يتواصل من خلال السلوك البشري، يعني حتى في يعني تستطيع تقرأ إنسان بسلوكه البشري. الذكاء العاطفي يعني هذا يعتبر شيء آخر يعني emotional intelligence، يتكلم على الجزائري يعني أنا قريت في بحث الجزائري في رقم 6 في يعني قدرته في البزنس في المقاولة والتسويق والأفكار في العالم 2.6 عنده يعتبر رقم 6، يعني يستطيع الجزائري لو تعطيه يعني وسائل وقوانين اللعبة معروفة لكل الناس يستطيع أن يعني يفيد البلد
ويفيد العالم ويأتي بخيرات كثيرة، لأنه عنده قدرة ذهنية وقدرة يعني بدني يستطيع أن يقوم بها. يعني التمكن من اللغات، يعني اللغات لا تعتبر حاجز. أنا نتكلم أنا جيلي يتكلم باللغة العربية وتعلمنا الفرنسية وتعلمنا. طيب، ولكن هنا ربما أطرح الوقت يضغط علينا دكتور بلعطار، لافت أنه هذه القضايا لا تطرح فيما يخص ما تطرحه سيدة من الغبريط وتقول بأنها تريد إصلاح المدرسة الجزائرية، جدل كبير، مناوئها يقولون أنها تريد فرنسة المدرسة الجزائرية. هذا ليس مطروحا، يعني المطروح هو النقاش التخندق الإيديولوجي، يعني ومشاكل المدرسين مثلما نتابع مع الأساتذة المتعاقدين، وتلاميذ يعانون لا يستطيعون التعلم في ظروف غير صحية، حتى البرد وغيرها. هذه ليست مطروحة، ما هو المطروح هو النقاش الإيديولوجي لا في المدرسة الجزائرية. لأنك أنت المشروع التعليمي التربوي في أي بلد يعتمد على معطيات تاع البلد وماذا يريد أن يحصل لفي بعد 5 سنوات 10 سنوات 15 20 25 سنة. يعني عندما نتكلم بالطريقة هذه، أنا وعندي أنا يعني عندنا وقت نتكلم، مثلا نأخذ يعني حالة في بريطانيا تتكلم على تطور الشباب، يتكلموا على الشباب يعني بحوث، لو يعني يعني نستطيع ان مره نجي ونتكلم. طيب، ان شاء الله دكتور، ان شاء الله البحوث نعملها ان شاء الله في حلقه خاصه في الموضوع، ما زال هذا الموضوع، اعذرني الوقت ضغط علينا، ان شاء الله نخصص نقاش بهذا الموضوع، وان شاء الله يسعدنا ان تكون ضيفا معنا وتفيدنا في هذا الموضوع وتفيد الجزائريين. نشكرك جزيل الشكر دكتور عبد العزيز بلعطار، رئيس مجلس أمناء مدرسة الهلال، كنت معنا عبر الهاتف من مانشستر. نلقاك إن شاء الله في مناسبات أخرى. صالح حجاب، أعود إليك، الوقت يضغط علينا. دكتور بلعطار كان يقول نقطة مهمة جدا، الأمر يتعلق بالشعوب وماذا تريد الدول، ماذا تريد في 5 سنوات في 10 سنوات. لكن اللافت بالنسبة للحالة الجزائرية، هل أنت من الرأي الذي يقول أنه البوصلة فقدت؟ يعني مع وحتى المجتمع الجزائري، الشعب الجزائري أصبح عرضة لكثير من يوميا من الهجمات ومن النزلات من العناوين الغريبة العجيبة، شكيب خليل، بوشوارب، الآن ابن بن غبريط، فيما يعاني جزائريون كثيرون من واقع صعب. صراحة الأمور التي قالها الأخ كريم هي أمر حقيقي، وهذه الفضائح هي أمور حقيقية. النقطة الوحيدة التي أريد الإشارة إليها طريقة التعامل معها. يجب علينا أن نبدأ نقوم برفع قضايا، نقوم بالعمل داخل والخارج. الناس الذين يعتبرون أنفسهم أحرار في مؤسسات الدولة، في الخارجية، في السفارات، القنصليات، يجب عليهم أن يخرجوا من الصمت، ليسوا مجبرين على إعطاء أسمائهم، يجب أن يفضحوا هذه الأمور، ويجب على الحقوقيين والناس المختصة في القضاء في المحاماة أنها تبدأ تقوم بأعمال جدرية، يعني عمل حقيقي. أما قضية المناورة التي هي تقوم بها وزارة التربية وغيرها، يعني هذه نستطيع التغلب عليها بالعمل الجواري بجمعيات تقوم يعني بإعادة يعني بناء ما تكسره هذه المؤسسات، في انتظار اليوم الذي يذهب هذا النظام ويأتي هناك حكم يخرج من قلب هذا الشعب ويقوم يعني هو الذي سيشرف على يعني على 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 هذه الأمور. لهذا اليوم لا يجب علينا أن نبقى في الانتقاد أو نبقى في القول، يجب انتظار ذهاب هذا النظام كي نقوم بالعمل، لأن هذا النظام هو يكسر هذا الشعب، وكل ما ننتظر كل ما تكون المهمة صعبة جدا. لهذا يجب أن نبدأ العمل من اليوم، كما قلت عمل جواري في الجمعيات في أمور عدة، وعمل آخر يعني قانوني، لا يجب علينا أن نسكت. وأيضا نقطة أخيرة، لا يجب على يعني فصائل يعني من المجتمع أن تسكت على ما يحدث إلى إخوانها وتتحرك فقط عندما يأتي عليها يعني الدور. يجب علينا أن نطلب ونفرض أول حاجة استقلالية القضاء، وأن تكون هناك مسابقات بطريقة شفافية، ومن هنا سنستطيع أن نضع حجرا أمام كل هذا الناس المصلحجيين الذين يريدون توظيف أبنائهم ويريدون كسر هذه المؤسسة الجزائرية وهذه العقول. شكرا جزيلا لك صالح حجاب، الناشط في الجالية الجزائرية في فرنسا. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة.
للاسف الخط انقطع مع الاستاذ مصطفى بوشاشي الحقوقي والناشط السياسي، نشكره جزيل الشكر، ونلقاكم مشاهدينا الكرام في حلقات اخرى. مني ومن كل فريق البرنامج اجمل التحايا، الى اللقاء.